عملت لك أطيب أكل بتحبها. يا أبو رامي روح دقيقتين بس. يا نا ما بدي صباح هلا. ما حسيت بشي، ما انت بعد عشية عم. ليش بحياتك في شي مرة حسيت؟ في مشكل. شو في؟ شو؟ أنا عملت هيك؟ سكتي! شو هيدا؟ هيدا تكنو. أنا ورامي متسمع عليها سوا. تخدش الاسطوانة لأن الظاهر الدولي رفعت سيفة. هاي كمان غلطة ما هيك؟ أبو رامي قلي الحقيقة. بتنام هيك ده ظروفه.